كمان مجله النادي الاهلي قالت ان لاسارتي قال في حواره مع المجله ان هو عارف ومتاكد انه بيقود فريق كبير وعظيم، وان الكبوه الحاليه لن تستمر طويلا، وان الفريق في الفتره اللي جايه هيظهر بشكل متميز والانتصارات والبطولات قادمه لا محاله. وقال كمان ان الجهاز الفني بيعمل على علاج كل الاخطاء الفنيه للعيبه، وكمان حدد كل الاحتياجات الفنيه عشان يرجع الفريق لطريق الانتصارات وطريق البطولات، واكد كمان ان اللي جاي هيكون افضل بكتير.